تحكيوا عن النادي الافريقي، الجزء الثالث باش تحكيوا على الانديه التونسيه في المسابقات الافريقيه. استاذ كامل بن خليل، ايضا ضيوفنا انيس العياري، رضا براوي، كريم العواضي. استاذ كامل بن خليل، تصريحات قديمه مثيره للجدل، الوكيل اللاعبين اللي حكينا عليه الاسبوع اللي فات، تقريبا انا فضلت تكونوا لهنا الزوز، لكن هو عنده التزامات ما حبش يجي، ما نجمش يجي. على ذاك معنا بالتليفون وكيل شكو، اي وكيل اللاعب الكاميروني ادموند كو. بخصوص الكلام اللي قلته طالب يوضح بعض الحاجات، سي توفيق خالد. سي توفيق، مرحبا بك. سي توفيق، الو، مرحبا بك سي توفيق على المباشر. انت يا عايشه خويا، مرحبا بك ومرحبا بالخيانه. باهي، طلبت توضح حاجات بخصوص الكلام اللي قال الأستاذ كمال بن خليل على اللاعب الكاميروني هذا اللي أنت مصحح معناها معاه إدموند كوك. قال الكلام مبدو لي حبيت ترد عليه، وأنا ما حبيش ناخذك البارح، حبيت ناخذك بخصوص أنه يكون معناتها موجود لهنا معنا في البلاتو. هبش يقول لك أستاذ شنو الكلام اللي مش موافق عليه. تفضل. مرحبا، مرحبا بشي خالد. مرحبا، مرحبا بكم خويا ناس الكل. حاجة الأولى خويا حبيت نوضحها. اول حاجه ان شاء الله اخويا سي كمال ما تجيناش نهار اخر وتقول لنا راه غلطوني في المعلومات اللي حكيتها. ما تجيناش معناها تقول غلطوني كيما في حكايه بلغاريا. كلمه لا 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 لهنا باش نقول لك، لا لهنا باش نقول لك احكي في التيران تاعك وما تحكيش على بلغاريا داكوردو، خاطر باش تاخذ. شوف شوف، لا 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 سامحني سامحني، هنا بتبداش ترمي في الكور وبلغاريا وريق بارد. لا لا ترمي في الكور بلغاريا اخويا، بلغاريا انا عملت ستاتيو وجهت نصيحه لعبد السلام اليونسي. استنى، ما تبداش ترمي في الكور. موضوع بلغاريا موضوع، لا ما نخليكش تتكلم، ما نخليكش تتكلم، ما نخليكش تتكلم. وقت اللي تبدا تلفق في الاكاذيب ما نخليكش تتكلم. لا سامحني، يستكفى بالكلام اللي يهمه. لحظه، يجبد حجر نحطه في بلاصته. لحظه سيكا، لا لا سبيل اليه، لا سبيل اليه، باش نوضح انا. خليك شد بلاصتك وريح. سي كمال، يا سي توفيق لحظه، سي توفيق لا ما توضحش، ما تحكيش على امور ما تعنيكش. سي كمال، احكي على الملاعبي نتاعك وتستكفى بنفسك. سي كمال، خلي عندي الامور تنظم لك الامور، ما تقصش عليه راجل. يا سي توفيق، سي توفيق، بلغاريا وامريكا ونيكاراغوا والمريخ. يا كمال، خلينا نكمل نتكلم. سي توفيق، من فضلك نحكيو في الموضوع اللي حاجتنا بيه نتاع الكاميروني، ما يجبلوش مواضيع اخرى. وبربي سي كمال خليه يكمل، ما تجبدش حتى موضوع اخر. يحكي في الموضوع اللي يهمه خليه يكمل، يحكي موضوع اخر ما خليش يكمل. تفضل سي توفيق. اي باهي، اول حاجه وقت الموضوع يكون في نقاش، معناها احنا نحكوا على ان جوار اون ايكيب، صحح ما صحح. اي خلينا في الموضوع هذا، خلينا في الموضوع هذا، تفضل. اي باهي، وقت ماذا بيا يكون الموضوع ويكون النقاش رياضي ولا قانوني. ما نجوش نحكوا على كريت حانوت وكريت استديو ووعد الزواج ماهوش زواج وما نعرفش معناها. اكزامبل اكزامبل، عطا اكزامبل، ما في ما في حتى مشكل. تفضل. خويا سلام، وباش يكون الحوار راقي ما نجموش نحكوا في حاجات ماهيش في الحاجات هذه. تفضل. اي كمل، اي كمل. حكينا في كورة نحكوا نقعدوا في مجال الكورة، هذه حاجة، ونستعملوا لي بون تيرم. اني وقت نرجع للسيد وقت قال استفزني، راني ما استفزتكش خويا، راني الحاجه ولا كذبتك، قلت لي طوال راهي قبل النادي الافريقي في المفاوضات. يبالي جيتي كلير اسلام وفسرت لك الموضوع هذا. معنى علاش استفزني ولا كذبني ولا حاجه، ما نوصلوش للامور هذه. تفهم فيا؟ واني وقت اللي حكيت وعلى فسخ العقد، معناها قال راهو اللاعب مفسخ العقد ولا حاجه، راهو ماهوش كيما حكي هو مفسخ عقد كي راهو مفسخ. لو تيرم راهو يلزم يكون جوست. شنو اللي قال مفسخ العقد؟ فهمنا. لا وقت اللي قال راهو فسخ العقد، واعطيك الاكزومبل تاع ميكرو ستيتي ولا وعد زواج ولا ما نعرفش. توفيق خالد. اي يا سي توفيق، كان كملت خليه يرد عليك. سي توفيق، لحظه استاذ، كملت ولا لا؟ لا مازال ما كملت. باهي تفضل. اي اني الحاجه الوحيده اللي غاضتني من السيد انه يقول، معناها يقول في حاجات هو ما عندهاش بها علم. يقول الملاعب يفسخ مع راهو تفسيخ عقد ما بين ان اجون وان جوير ولا ان اجون وان انترينور، راهي تفسفاي كيما معناها في الحياه العامه. انت ما فسختش العقد مع الملاعب، مازال عندك العقد نتاع الملاعب. قلت اللي هو فسخ. لحظه خليه يكمل بعد. لا اله الا الله. انت قلت راهو فسخ العقد. لا اله الا الله، يبدو سي توفيق تسمع شطر الكلام انت. لا ما نسمعش في شطر. وراسك انت تسمع في شطر. باش نقول لك شنو قلت. خليه يكمل، ما نجموش نحكيو هكا، خليه يكمل بعد نعطيك تعاقب عليه. تفضل كتكمل توفيق بسرعه بالله. باهي خويا، اني وقت اللي قلت الملاعب راهو الى سو كونترا معايا، اني ما لجبت النادي الافريقي ولا تهجمت على النادي الافريقي،
ما تعنينيش النادي الافريقي في الموضوع هذا. اني ديزافي توفيق خالد نادي الافريقي ما عندي حتى حكايه مع النادي الافريقي، يعني حكايتي مع اللاعبي واضح. ووقت اللي فسرت كيف قلت راهو اللاعبي عمل صحح على اللوفر، في بالي راجع روح الاستاذ ويسال الناس المختصه في المجال الرياضي في الدروا سبورت وش هي وقت الصحه على ان اوفر اوفيسيال افيك لي كريتير اللي حكيت عليهم اني لا ديوري واللي مونطون باش ياخذوه ياخذهم للاعبي، راهو ليكيفالون دو كونترا دو ترافاي اللي معناه وصل. هو انا ما قلتش كذبني، ما قلت خالص واضح خالص نجاوب انا تو واضح. هذا هو سي توفيق، هذا هو سي توفيق. عندك حاجه اخرى تضيفها ولا هذا هو؟ لا هذا هو واضح واضح. تفضل استاذ باهي توفيق. انا باش ناخذ بنصيحتك ونسال الناس المختصين في القانون الرياضي بما اني انا مختص في البلومبري وفي لا ماكش البلومبري مثالش باش ناخذ بنصيحتك وباش نمشي. معناتها انا مختص في البلومبري تو نسال المختصين في القانون الرياضي. ما اظنش باش مهنه حتى مهنه استاذ باهي مهنه شريفه انا مختص فيها. ما نحطوش في حتى مهنه استاذ توفيق. مثالش توفيق طوى انت قلت لي اسال انا قلت لك شنعمل بنصيحه سي توفيق. طوى خليك تكمل على راحتك. قلت لي برا لحظه باش نكلم طوى. هو توجيهي مثلا خليني عندي يا سي توفيق. سي توفيق من فضلك. سي توفيق من فضلك خليك تكمل على راحتك، خليه هو يتكلم ما تقصش عليه يهديك ربي. طوى السيد هذا ينصحني قال لي الاستاذ يمشي يسال المختصين في القانون الرياضي. بالكش انا قلت سمعتوها يا جماعه انا قبلت نصيحته يحكي على الشعبوي. طوى هو نصحني قلت له راني قبلت نصيحتك ونعاود نقولها لك، راني قبلت نصيحتك باش نمشي نسال المختصين خاطر انا مانيش مختص، انا نعمل بلومبري شنو اللي فيها عيب؟ تسميها شعبويه برا سميها شعبويه. اثنين انت ها فاش تهجمت على النادي الافريقي؟ انا قاعد انا عبد مجيد قبنطيني مقابلني نحكي على اللاعب الكاميروني قلت جاي مع النادي الافريقي، خزر لي عبد مجيد قبنطيني قال لي لا راهي جابته ليطوال والكلوب حاولت له وجهته. واضحين؟ قلت له انا سي با فري. قال لي الكلوب حاولت له وجهته. من غدوه سي توفيق يحكي مع اسلام وهاو اسلام موجود قالوا راهو الكلام اللي قالوا القبنطيني صحيح وراهو الاستاذ غلط. شنو معناتها؟ معناتها الكلوب حاولت له وجهه. دونك انت لهنا مسيت دقيقه عاد انا ما قصيتش عليك انا قاعد لا ما قصيتش عليك سي توفيق. خليك كامل انا وقت اللي انت تقول صحيح شنو معناتها؟ معناتها الكلوب حاولت له وجهه. انا قلت لك الكلوب ماهوش من اخلاقها راهي ما تحاولش الوجهه. الإطوال كلمته قبل بعام قبل بعامين قبل بثلاث سنين أمورها. قلت لك النادي الإفريقي كي جاء لا علم لها بهذا. هذه هي النقطة الوحيدة اللي جاوبتك عليها، هذه النقطة الوحيدة من حديثك. لا دقيقة عاد من بعد فسر اللي تحب. ما وانت حكيت خلنا نكمل نحكي انت. أنا بالنسبة لي أنا النقطة الوحيدة اللي جاوبتك عليها في حديثك هي التي تتعلق بأخلاقيات النادي الإفريقي. قلت لك النادي الإفريقي لا تحاول الوجه. راو السيد هذا كي جاء النادي الافريقي انا عندي معلومتي واعطيتها وحتى هيك وريته وريتك اسلام الوثائق نتاع الفيزيت ميديكال نتاع الملاعب يظهر لي وريتهم لك ومن عند شكون ماخذهم. دونك انا كي نحكي راني نحكي من مصادر في وسط النادي الافريقي. المصادر نتاع النادي الافريقي قالت لك السيد هذا اتصل بينا مع شخص السيد سي توفيق ما عندناش به علاقه. انا كي سالني اسلام قلت الكلام هذا. نرجع لفسخ العقد، انا ما قلتش اللي انت فسخت العقد. قلت انا راهو الملاعب ينجم يعطي برشا موندا وراهو ينجم يكون فسخ حتى لو كان الكا هذا. انا نعطي في احتمالات قلت ينجم يكون فسخ وما وراش للنادي الافريقي. النادي الافريقي غير مسؤوله. وعلاش انت ما تذكرش الجمله اللي انا قلتها عليك؟ قلت راهو السي توفيق ينجم يشكي واذا عنده حق الفيفا ستلزم اللاعب انه يعطيه نصيبه من الصفق. قلتها الجملة ذي أما أي لا تعرفها. أنا قلتها لا ما قلتهاش خاطر أنت ما تعرفهاش. أنا قلتها على خاطر نحكي في الاحتمالات القانونية شوية معناتها حسب معرفتي معناتها بعد ما قعدت مع جماعة مختصين أعطاوني الجملة ذي أخي أنا عودتها. دونك أنا الجملة هذه أنا كي قلتها أنا أعطيتك الحق فيها. قلت أنه الملاعب قلت أنه الوكيل هذا يا سي توفيق أنا استفزيتني فقط عندما صادقت على كلام القبنطيني بأنه النادي الإفريقي حاول الوجه. واضح فقط لا غير. واضح أستاذ بسرعة سي توفيق نختم. سي كمال كلمة لو تيرم تحويل وجهه تعرف اش استعملتها وقت اللي قلت وفاق السيف طلبت ان فيديو من الملاعبي على خاطر فما تحويل وجهه نتاع ملاعبي. باقي مانيش نحكي عليك انت ريت ماكش فهمني يا ولدي. مانيش نحكي على وفاق السيف، نحكي على الجمله اللي قالها القبنطيني وانت صادقت عليها.
هي يعني خويا مانيش مسؤول انت كيفاش فهمت انا ما عمري ما تحويل وجهه عنده تحويل وجهه عنده برشا معاني واضح هاي واضح سي بون يعطيك الصحه سي توفيق على تدخلك معنا وعلى كل هذه التوضيحات تو ناخذ تليفونك من عند سلام ونحكي لك على البنك البلغاري واضح حيعطيك صحة على كل هذه التدخلات والإضافات اللي مديتنا بها نمشيو موزيكا وبعد نرجع نكمل نحكيو على أنديتنا التونسية في المسابقات الإفريقية.